جيد، صباح الخير لكل حدا انضم لنا على قناة المحلية وقناة أوغيريت. كنا عم نحكي عن الأمطار وعطايا الطبيعة. دائما عطاء الطبيعة بلا حدود، عطاء الطبيعة ما بيخيب ظننا أبدا. الطبيعة هي الأم الثانية لأي بشري مر على هيدي الحياة. كل منطقة فيها بتعطي ريحان الشجار، كلها هي أكسير الحياة. عنا بلادية كتير مناطق هي أكسير الحياة لألنا، شو رأيك منان؟ أكيد، ونحن في عنا بجبالنا علا مناطق فعلا هي جميلة جدا. صحيح. يعني دائما بيقولوا لك العالم هي سياحة ولازم نطلع بالصيف، لا، نحن أيضا عنا سياحة شتوية. صحيح. مهمة جدا. في عنا مناطق رائعة بالشتاء أكثر من الصيف. صحيح. وهي بتدل عليها المناظر المياه. يعني هلا نحن عم نحكي عن الامطار، في كثير مناطق فيها شلالات، فيها صحيح. ينابيع ما بنشوفها غير بعد جمال الامطار، وقت بيكون صحيح. فعلا هي غزيره بتعطيها المنظر الجمالي الرائع جدا. صحيح. ونحن لهيدا الموضوع رح نروح لطبيعه بلا حدود. أكيد. مع هي الجمعيه الرائعه جدا، بتضم عدد كثير كبير من الصبايا والشباب اللي بيحبوا يكتشفوا هاي الطبيعه وجمالها وينشروها، سواء كان عبر صفحاتهم عبر التواصل الاجتماعي، بالإضافة ليعرفوا الناس عليها بطريقة جدا جميلة. وكتير حلو اليوم نحن وقت منشوف هدول مجموعة الشباب والصبايا اللي طالعين يكتشفوا جمال طبيعتنا، بالإضافة لهيدا الشيء إنه هن يكونوا مرادف للسياحة بطريقة أو بأخرى إذا السياحة حبوا هذا الموضوع. لهيك رح نحكي أكثر عن هاي القصة مع ضيفنا لليوم الأستاذ إبراهيم جبور، وهو عضو مشارك بطبيعة بلا حدود. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. الله يسلمك يا رب، صباح الخير لكم. يسعد صباحك أستاذ. الله يسلمك يا رب. مثل ما حكيت منال، العديد من المناطق اللي نحن عنا حضرتكم عم بتكونوا مشاركين، سواء بطبيعة بلا حدود، أصدقاء الطبيعة ومؤسسة الفينيق. طبعا مثل ما حكينا في نوع من السياحة البيئية، هيدي نوع من السياحة بيكون عم يرافقه نوع من الحفاظ على البيئة والعديد من الأنشطة. بدنا نتعرف من حضرتك على مصطلح السياحة البيئية. قبل كل شيء بحب اتشكركم على المقدمة اللي اعطيتيها، واللي هي وصفته حتى جوابي، اخذت جوابي يمكن. بس بالمختصر هي السياحة البيئية هو نوع جديد من النشاط السياحي اللي هو صديق للبيئة. وبدي اعلق على شغله، انت الام الثانيه هي الام الاولى على فكره. طبعا. لانه نحن من التراب اليه نعود. صحيح. والحياه اتت. صحيح. من الحياه مثل ما بيقولوا. صحيح. لاني فعلا الطبيعه بدنا نحافظ عليها ولازم نحافظ عليها مثل ما بنحافظ على امنا. في اشياء كثير نحن بنضوي عليها ولنكتشفها والعالم تشوفها. عندنا جمال ساحر كثير بمناطقنا الساحليه، بالضاهي حتى على مستوى الخارج، لاني نحن دايرين وشايفين. فعلا نحن حتى في أمور كتير لازم نشجع فيها بالريف. الريف عندنا في أماكن حتى أهل الريف نفسهم ما بيعرفوها. يعني في كتير محلات نحن نازلين بالوديان ومكتشفينها، هن أهل الضيعة نفسهم القرية اللي موجودين جنبها ما بيعرفوها. لما نواجههم الصور كانوا يتفاجئوا إنه هي معقول بهي المنطقة هذه. مشان هيك لازم نحافظ عليها ونحميها ونشجع الريف والحرف المهنية بالريف وكتير اشياء. حلو هذا الكلام. يعني اليوم وقت بنحكي عن السياحه البيئيه اللي حكيت عنها على بدايه حديثها استاذ ابراهيم، نحن كثير مهم اليوم وقت بنقول البيئه ونقرنها بالسياحه، وانا بقول البيئه قبل السياحه لانه لولا البيئه ما في سياحه. اكيد. نحن اليوم البيئه هي قد ايه مهم نحافظ عليها بطريقه او باخرى. اليوم مو مهم بس اكتشافها. يعني انا اليوم وقت بطلع على اي منطقه جديده وبصورها وبنشرها للعالم، حتى مثل ما قلت انت احيانا اهل المنطقه ما بيعرفوا فيها، قد ايه مهم اني انشرها بطريقه او باخرى لحتى احقق انا الهدف منها كسياحه. هلا فيني اعطي مثال على هذا الموضوع. فضل. نحن الموضوع انه من نحميها من التلوث البصري والتلوث السمعي. التلوث البصري، في عندي مثال نحن عملنا من ضمن الأنشطة اللي قمنا فيها بوادي القلع. وادي القلع رائع جدا وفي منطقة كتير بيجذب سواحة عليها، بس المفاجأة أنه جنب هالمطاعم والكافتريات اللي موجودين وبالمنطقة حصرا عند الشلال، للأسف في كتير تشوه وتلوث بصري. بتمنى أنا هلا أذكر الله يرحمه حازم سليمان، كان هو رئيس طبيعة بلا حدود، طلعنا هو بقيادته قام في صور كان قبل وبعد، قديش فرقت حتى المنطقة. أهل المنطقة صاروا يتشكرون وصاروا ضلوا من بعدها أنه يحافظوا أنه فعلا نحن ما كنا شايفينه لهالشلال من كتر الوسخ حتى اللي هن رامينه
واجزاء ثانيه من الناس اللي كانوا يروحوا. انت بس لنوضح فكره، انت ما قصدك عن الشلال الرئيسي، قصدك اللي بينزل من فوق من المنحدر. الشلال الرئيسي الشلال الرئيسي اللي الصخر اللي تحته بيمرقوا السيارات. تمام. الوادي تحت ما حدا شايفه، مطمور كان بالشجر ومطمور بالوسخ نحن قمنا بتنظيفه، ونتمنى انه حتى في مؤسسات كثير عم بتقوم بنفس النشاطات، وكثير مهمه هالشيء هيدا انه نضوي على اشياء مثل ما يقولوا تبيض الوش. أكيد فعلا. أكيد. فعلا كلامك صحيح. صحيح. يعني نحن هي المنطقة بوادي القلعة بيسموها النهر، أنا ضيعتي وادي القلعة بيسموها النهر، هي المنطقة فعلا إذا بتنزل لتحت يعني على الأراضي اللي تحت محل ما بتنزل المي اللي اسمها النهر رائعة جدا، مجرد تشكل الصخور رولا بيعطيكي منظر رائع. يعني بالعين المجردة أنت بتستغربي أنه أنا فعلا أول مرة بشوف هاي المنطقة. تمام. للأسف في كتير مناطق، في كتير حتى امتداد النهر، يمكن حتى حضرتك يمكن ما مرق عليه وما رايح عليه، نحن ضوينا عليه، وحتى كانت في محطة إذاعية كانت معنا، يمكن أنتوا كنتوا موجودين ما بقى بذكر، ضوينا عليه وعملنا برغل بحمص وقتها كان. والشيء اللي بيشجع والشيء الحلو، أنت لما بتعملي هالمشاريع هاي وبتشوفي التطوع، في رغبة كتير كبيرة. صحيح. بس بده مين مثل ما بيقولوا يحمس تماما ويشجع. من خلال حضرتكم والعديد من المؤسسات الثانيه اللي بتهتم بجمال الطبيعه اكيد عم يتشجعوا هذول المتطوعين ليطلعوا بهيدي الرحلات. بدنا نحكي عن المسار اللي عم بتقوموا فيها، انواع على المسار اذا بنحكي. هلا المسار نحن عديده، في عندنا مسير ثلجي اوقات الثلج، مسير ليلي اوقات لما بيكتمل القمر، في عندنا مسير ليلي بنطلع فيه، هذا بيكون شوي طويل بس كثير ممتع. هلو. نطلع بدايه المساء بال 20 ل 25 كيلومتر. عم نشوف صور للمسير الثلجي هلا نحن. نعم. ايه طبعا هي بسلومفه بغابات الشوح والارز اللي موجوده هنيك، هي بكل الفصول على فكره، بكل الفصول هي الصور هنيك رائعه، لوحات فعلا عندنا نحن لوحات نحطيها وعمليه مثل معرض. في عندنا المسر حتى اوقات بنطلع مسر للاطفال، مسر المعوقين وذو الحاجه. في عندنا الاستجمام، مسير الاستجمام هو ما بيتعدى الكيلومتر 2 كيلومتر، هي بيطلع فيه بنقضي مثلا عند شلال عند كذا، هذا كثير ناس لكل الاعمار هيدا بيمشي حال. وفي للمحترفين، في للمحترفين هذول يمكن هم اطفال ضمن الطبيعه، هذول مسير اطفال استاذ. تماما تماما هيدا مسير الاطفال. يمكن بتوقع هي بعدسه المرحوم حازم سليمان، لاني هو كان كثير يشجع. تمام. كان كثير يشجع. تمام. على هيدا الموضوع. كان بيهمه كثير كثير انه من الطفوله ندرب الاطفال على حمايه الطبيعه وحفظها وقوانين، كانت قوانين صارمه. جميل. بس هون في كثير صعوبه للتعامل مع الاطفال، حمايتهم عم نشوف هون في مياه، هون عم نشوف الاطفال بالطبيعه. تماما تماما. نحن في هذا الموضوع نحن في تعليمات كثير وقوانين كثير بنعطيها لما بنطلع بهيك، وبيكون عندنا المشرفين كثار، يعني بنحاول المشرفين يكونوا كثار، وبنفس الوقت ما انه نتركهم على رياحتهم. دائما نحن والحمد لله نشكر الله ما صار. إيه تماما في قوانين صارمه. ما في مزح فيها. حلو. ونشكر الله يعني بتاريخنا لهلا ما في اي مشكله، انا طبيعه بلا حدود. بحب نوه على هذا الموضوع، بعد وفاته لحازم سليمان صار في عده فرق من نفس المجموعه اللي هو شكلها. تماما. اللي هو شكلها. صحيح. وعرف يشكل مثل ما بيقولوا، وتعددت، وهذا الشيء ساعد انه للانتشار اكثر والتعريف على الطبيعه اكثر، يعني صار في عندك مجال واسع انه بعده مجالات، حتى سياحه خارجيه داخليه. اسس للشيء يعني أسس وتاسيسه كان كثير يعني. صحيح. ما بينسى هذا الشخص، لا ما بينسى. الله يرحم روحه. كان حازم بمعنى الكلمه. نعم. صحيح. بالنسبه للنشاطات والمهرجانات استاذ ابراهيم، نحكي عنها شوي لو سمحت، النشاطات اللي كنتوا تقوموا فيها والمهرجانات مثل دبس العنب بكسب ومهرجان دبس الرمان بجيبول. ايه هلا هو في بحب احكي كثير على نشاط مهرجان الرمان اللي هو حازم كمان اسسه. هلا عم نذكره كثير اليوم، بيستحق هو. وسواه عنده بضيعه جيبول بقريه جيبول. عم نشوف الصور. تماما تماما. هون هيدا البيت بيته لحازم سليمان، وعمله كرمال طبيعه بلا حدود. لاشخاص ولا طبيعه بلا حدود. للاسف ما تهنى فيه، يعني ما كمل، يعني بعد ما اسسه وظبطه وحتى قال لهم هذا البيت مفتوح، وكان يتركه مفتوح مين ما بده يجي، طالعين انتم بكتناموا جايين. هون نحن كنا عم نعمل الدبس الرمان، هون عم نشوف صوره عن اليه عمل يمكن او طريقه عمل. هون هالصوره هون كنا يعملنا هي الاعداد جلسات، كان ما بي بس انه والله نطلع نعمل دبس الرمان، لا كان يزود الحلقات كلها بتعليمات بشرح، كان يشرح كثير اشياء عن الطبيعه، كان كثير ملهم حازم سليمان. تمام. قبل شوي كمان هون كيف كنا نقعد، كيف هي الحديقه، هيدا هو البيت اللي جايبه، هي ذكريات فيها كثير للاسف، وحتى هو موجود ضريح وجنب موجود. تمام. جنب البيت. تمام.
كنا نعمل برغب حمص، يعني كان يغنيها كثير كثير. كنا والمنطقه بجيبول رائعه الجمال، يعني من المناطق الجميله. رمانة على فكره مميز، رمانة مميز جدا. تمام. وبدنا نحكي كمان عن دبس العنب اللي كان يصير بكسب وآلية العمل تبعي. جينا باتجاه زوجتي هون من كسب هي. تمام. دبس العنب هو تراثي صاير على فكره، وهي الشغلات كثير حلو انه نضوي عليها. بكسب في عنده شغله انه لما بده يعملوا الدبس العنب هو تمام. هلا هون هي هون. تماما. هلا هون بيحطوا الكلس في جرن، بيحطوا الكلس على العنب تمام، وبيبلشوا يعصروه. طبعا بيلبس جزمه، جزمه نظيفه مو جزمه مستعمله. تمام. ببلشوا يعفسوا فيه لينقي هون كنا هي نحن باحدى الرحلات اللي طلعنا لها. تماما. هون الاستاذ نزار علي بدر يمكن كان موجود كمان. بنصفي المي، وبعد ما يصفي المي بنحطها على شو اسمه باللجن، ليكي هون عم نحطهم باللجن فوق النار. وشوي شوي ببلش بقى يغلي. هو ما عم يغلي هي حازم اكيد. تماما. شوفي النار تحت كيف بحطوها في طريقه معينه يمكن للفرن. طبعا هو مو فرن، حطب على الحطب. حطب. هو على الحطب. وبنفس الوقت انه لما بيشيلوا الدبس بيضلوا بيشيلوا بينزلوا فيه لحتى يطلع رغوه، بسموها بربور. بربور يعني الرغوه. هو التحريك مشان ما يلزق. هو مشان ما يلزق، ما بيلزق هو. لا لا ما بعرف هي مشان النار، اذا كانت النار ولو كانت بيحسبوا حساب زاويه فوق بيحركوا مشان ما يلزق، بالاضافه التحريك الزايد هو اللي بيخلي الرغوه تطلع. طرحتي سؤال انا بدي اتاكد اذا هو كرمال هالموضوع هيدا. لا اتاكد. ايه بس البوربور انا اول حادثه صارت معي انه نحن وقت نعمل مربيات بالبيت بنعملهم لهي السبب. هو بس تطلع هي الرغوه بكون بلش يزهل هيدي، بس كيف انه هي التراث تبعيتهم وبيسهروا عليها للصبح. حلو. بجيبوا ورقه غار وبدك تشيلي هي الرغوة أطيب من العسل هي. حلو. أنا أول مرة بطلع فيها وكانوا مسميني صهر كسب، لما أكلتها هي والورقة طلعت مرورة قلت لهم ما عجبتني، صاروا يضحكوا لهلا بيذكروني فيها أنه أنت ما لازم تأكل إلا الورقة، بتشيلها وبتكبها وبتحط واحدة ثانية. تماما تماما. يعني بالفعل مهرجانات حلوة، إحياء هيدا التراث حلو، يعني صحيح. مثل ما حكينا ذكرنا بأيام الجدات، يعني العديد من الأنشطة قمتوا فيها. بدنا نحكي عن الرحلات اللي قمتوا فيها، بداية كان جبل السباع، يمكن هذا أول مسير كان لحضرتك. إيه فعلا. بدنا نحكي عن هيدا الجبل، وين موقعه لجبل السباع؟ السباع هو بريف جبلة. تمام. بريف جبلة بيبلش من عند قرية التميزة، تطلع بحدود ارتفاع 1300 متر ارتفاع الجبل، مطل على ساحل الغاب، إطلالة رائعة جدا. هو صعب. عم نشوف صور هلا من تماما هاي الإطلالات. لاحظي انه حتى الاوتوستراد بيت ياسوط تماما. إطلالة رائعة جدا. هو صعب بس مناظر كتير كتير رائعة. بيوصل للدالية، لضيعة الدالية، في مقام هنيك للشيخ حاتم الطوبالي. للشيخ حاتم الطوبالي. فعلا يعني نحن يا ريت نتوسع اكثر واكثر ونقدر نرسخ هي المناطق، لاني بكل منطقه في لوحه وقادره تعملية استثماريه بشكل مشروع سياحي. نحن اوقات يعني قديش طالعين بريف اللاذقيه، ريف جبله، طيب وصلانين لطرطوس، حتى نحن امتداداتنا نشاطاتنا وصلانين للبنان، عملنا مسير بلبنان. حلو. كتير كويس وضروري انه يتضوى على هيدا المواضيع، وهلا بعتقد الفرق كلياتها عم تشتغل بهيدا الموضوع ان شاء الله يا رب. يعطيكم الف عافيه. بس بدي بشكل نحكي عنه بشكل سريع، وادي قسيس نحكي هون عن ذكريات المراه المسنه اللي نحن بنعتبر كل مراه مسنه. تمام. مشاركه بالمسير كانت. هلا هو النشاطات لكل الاعمار، بس في هذا المسير بالذات انا تفاجات رفيع عم بيقول لي بدك تطلع، جايين عنا جروب من الشام 70 شخص. طلعت بتفاجئ بولمانين نازلين، في كبار صغار، وهو مسير صعب 2 كيلو متر غمر مائي كامل. عم نشوفه نحن، عم نشوف الصور. تماما. هلا شوفي لاحظي انت في تفاعل الناس، اجوا وجميع الاعمار، وفي كان عندنا مسنه بحدود ال 65 ان شاء الله ما اظلمها بالعمر ان شاء الله تعترض علينا. بنفس الوقت كانت على العكازه، بس لما نزلنا بالمي انا قلت له رفيقي غير المسار لاني مستحيل نقدر نمشي. قال لي لا عندي تجربه معهم. والممتع بهذا الموضوع انه لما نزلنا بالماء كلهم بلشوا الغني وتزلغط، انا تفاجئ شو عم بيصير. كان كتير حلو. وبنفس الوقت تنتهي من المسير 2 كيلو متر بالمي، تطلعي جبل مرتفع توصل فيه للقادسيه، لقريه القادسيه، وهو النهر نفسه بيودي على سد الحفه على فكره. حلو حلو. بالفعل كان مسير كثير رائع، وهن نفسهم الناس جايين لينبسطوا. تخيلي 3 ايام ما ناموا من بعد هالمسير. انه كان جايين من غير محافظه، مش الشام. هو الجروب من الشام. حلو. وكملنا بمخيم، عملنا مخيم بسقوبين للصبح، سهرنا للصبح. حلو. وراحوا كملوا بالبحر ورجعوا على الشام، ما كانوا نايمين
لهالدرجه بدهم يستمتعوا بكل دقيقه، يمكن بكل الاعمار. صح. وفعلا استغلوا كل دقيقه. كل دقيقه كل دقيقه. كمان بدنا نحكي عن مشقيطه والمخيم اللي اقامته مؤسسه الطبيعه بلا حدود سابقا بمشقيطه. هذا وجع كبير أو بنفس الوقت ممتع كتير. كمان المرحوم حازم سليمان عمل، كان هو مؤسس للمخيم، هو أسس للمخيم بمنطقة، قدرنا نضوي على المنطقة كلياتها حتى صارت تجي زيبلاين، اجوا من الشام حطوها للمنطقة كلياتها. كان المخيم مثل منتجع، حتى صارت تجينا رسائل من العراق من الأردن من لبنان انه منتجع، انه كتير كتير لأن حققنا فيه كل الأساليب الشغلات البسيطة واللي هي مع الطبيعة، تفاعلك مع الطبيعة وحميناها وضوينا عليها المنطقة، كان كتير مهملة بهديك الجهات. لعبنا دور كتير كبير بهذا الموضوع. يعني تخيلي أنت عم تطلع من الصبح من اللاذقية، بتروحي بتقضي نهارك كله بالمخيم، المساء على نار بتاكلي وجبة على برغل بحمص على الحطب مع كامل الخدمات، مع جو كتير مريح، مع بالبحيرة عنا قارب وطوافة، وفي قارب بتدوري فيه ساعة وبترجع على اللاذقية. هذا كان موضوع شيء 5 سنين أو تقريبا. كله كان ب7000، كان غير ربحي. وهو انكسر فيه الله يرحمه، انكسرت ميزانيته وقته من وراء هذا الموضوع، بس كان فرحة كتير كبيرة أنه فعلا جمع رواد كتير. حققتوا هدف تماما. نحن كل الهدف كان أنه موضوع الطبيعة، ولأني منطقة وهلأ بعتقد تغير أمور كتير بنفس المنطقة. أنا بس بدي نوه على فكرة أنه علا كتير فعلا يعني بتفتخري بالشباب اللي بيكونوا مشاركين معهم بطبيعة بلا حدود أو أي جمعية صارت معهم، وبتشوفي الشباب والصبايا كيف حاملين الغراض وطالعين. يعني هذا موضوع كتير لازم ننوه عليه أستاذ إبراهيم بشكل سريع. أنتوا كل شيء عم نشوفه نحن بالصور، حبال النار، التناجر اللي بتاخدوها معكم أو تماماً، يعني كل التفاصيل بتكونوا أنتوا حاملينها ومشيانين فيها. يعني إيه، هذا جهد بالإضافة لمسيركم الطويل. حتى ما بس هيك، لأضيف لك لشغلة، ما بعرف إذا كانت مرقت في صور قبل بوادي قسيس نفسه بنهر قسيس، هي الختيارة نفسها حملناها على ظهرنا مع الثياب، اضطرينا لنقدر نحملها، وفي عدة أشخاص اضطرينا لنقدر، لأن في محلات يعني ممكن حدا يوقع إجروت في محلات، في محلات لا بس في يمشي، في قوانين حازمة. يعني هلأ نحن عندنا موضوع أهم شيء إشعال النار. إشعال النار هذا ممنوع منعا باتا لأي شخص، حتى الأرجيلة بنسمح فيها بس فقط بالاستراحات وبإشراف، لا يمكن حتى بدك تشعلي نار. حماية للبيئة أكيد. في مشرف، يعني ما بصير أنت تشعلي نار لا بتستعمل، حتى ما تستعملي النار بس ممكن تشعلي، بس بده يكون في مشرف قولا واحدا. وفي قوانين كتير، نحن حتى على موضوع التلوث البصري اللي كنت عم بحكي عليه، أنت في عندك مواد عضوية مواد غير عضوية. المواد العضوية ممكن زتية رمية، بس رمية بمناطق ما أنه أنا أشوفها قدامي، لأن هي بترجع تتحول ما تأذي التلوث البصري تماما. نعم. إحنا كتير نشكرك أستاذ إبراهيم جبور، يعني الكلام جدا واسع وكبير عن هذه الأمور وخاصة التفاصيل اللي بتعيشوها. ونرجع منقول نحنا بيئتنا كتير حلوة وجميلة جدا، فيها مناظر كتير، وأنا بدعيكم لتروحوا على الكتف بمنطقة الدالي إذا ما أنكم مكتشفينه لسه. هي منطقة جدا جميلة، وفعلا على أساس كان حازم الله يرحمه قبل ما يتوفى أنه يطلعوا على هاي المنطقة، بس ما صارت لسه تكتشفوها، لأنه هي فعلا مثل ما بيقولوا لساتها عذراء تماما، لسه ما في حدا طلع عليها بطريقة أنه هو يطلع ويكتشفها على الأخير. رح نحقق لك هذا الموضوع بس بدعوة رسمية لكم أنه تعيشوا الموضوع مباشر. إن شاء الله. الحكي أنا عندي حكي كتير. صحيح. وصور كتير نحكي ونوضح عنا إن شاء الله بلقاءات قادمة. صحيح. أكيد بنستفيد بكل هاي القصص وبنحكي عنها. نحن كتير مشكرك لوجودك معنا اليوم ويسعد صباحك. نتمنى ونشكركم لكم لأنكم عم بتضووا على هاي الشغلات اللي نحن كتير بحاجة لها. ألف شكر لكم. شكرا كتير لحضرتك، نورت صباحنا لهذا اليوم. الله يسلمك، نورنا فيكم.